السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء، وأهلا وسهلا إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الثورة. عاشت المجتمعات العربية حياة التعاسة والشقاء، وكاد الكل يجزم أن الشعوب قد بيعت في سوق النخاسة. إلا أن الربيع العربي ورياح التغيير التي انطلقت شرارتها من تونس ومن جسد الشاب محمد البوعزيزي التي ملأت أرجاء الوطن العربي وكانت أول البشائر من أرض الكنانة ثم اليمن ثم سوريا، مسار الربيع العربي وانتصارات الربيع العربي هو محور حديثنا في هذه الحلقة، وسيكون ضيفنا السياسي المخضرم صاحب الكلمة الصادقة الدكتور منصور عزيز الزنداني، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة صنعاء، وكذلك مرشح أو عضو البرلمان عن الدائرة 90. أهلا وسهلا أستاذ منصور. أهلا وسهلا يا مرحبا دكتور، دكتور مرحبا. منصور، حقيقة نحن يشرفنا أن تشرفنا في منبر الثورة، ونحن نريد في ظل هذه الأحداث المتلاحقة أن نقف معك مليا مع الربيع العربي إجمالا، وكذلك مع تفاصيل الثورات وكذلك ثورة اليمن. بداية نسأل، ماذا قدم الربيع العربي للشعوب العربية؟ شكرا كثيرا. في البداية شرف لي أنا أكون في منبر الثورة، الله يكرمك إن شاء الله. شرف لي أن أكون في هذا المنبر الذي يعبر عن أحدى ثورات الربيع العربي. نعم، الحقيقة الالتحام بشباب الثورة والالتحام بأماكن تجمعاتهم والالتحام أيضا في القنوات التي تعبر عن رأي الشباب هو شرف كبير لأي سياسي، وشرف كبير لأي مواطن، وشرف كبير لأي إنسان الحقيقة يعيش اليوم ثورة الربيع العربي. نعم، شرفتنا هذا أولا. الثورة كلنا نعم، لقد صحيح. شرفتنا هذه الثورة، ولنا الشرف الكبير أن نكون أيضا مع أبنائها ومع شهدائها ومع جرحاها. نعم، وأيضا نحن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى بدأنا نجني الثمار الكبيرة نعم، والثمار العظيمة التي قدمتها هذه ثورة الربيع العربي، الثورة الإنسانية، نعم، وهي ثورة في المقدمة ثورة إنسانية، هي لا تخص هذه الأمة لوحدها بل تخص العالم يجمع. الحقيقة أقول العرب اليوم، بل شباب العرب، نعم، بل الثقافة العربية، بل حتى أن ثقافة الثورة العربية والربيع العربي نعم، اليوم أصبحت فكرا إنسانيا وفكرا سياسيا إنسانيا، يدرس على مستوى الجامعات الأوروبية الأمريكية حتى العربية، لأنه الذي حصل في الوطن العربي يعتبر تغير جديد في مسيرة الحضارة الإنسانية. الحضارة الإنسانية دائما تتراكم نعم، وهي متراكمة، خبراتها تتراكم، تتراكم وتستفيد منها الأمم، نعم تستفيد منها الشعوب، نعم وتستفيد من تجارب كل الشعوب، تستفيد من تجارب بعضها البعض. نعم اليوم هذه الثورة التي قدمها الربيع العربي أو ثورة الربيع العربي تعتبر نبراس جديد في بناء الفكر السياسي الإنساني، وأنا أتحدث هنا علميا من الناحية العلمية. نعم اليوم نحن في الوطن العربي وشبابنا في الوطن العربي وشعوبنا في الوطن العربي وخاصة في شعوب الثورة العربية استطاعوا أن يقدموا إسهاما جديدا، سوف يستمر هذا الإسلام على الأقل إلى 100 سنة قادمة نعم يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله سيكون له دوره وسيكون له أثره، لأننا الآن خرجت الكثير والكثير من الأبحاث ورسائل الماجستير، وخرجت أيضا بعض رسائل الدكتوراه، وهناك كتب قادمة حتى عن اليمن نعم ودورها ودور الشباب العربي. فالثورة العربية اليوم هي بداية حقيقية لتحول كبير في مسيرة الحضارة الإنسانية، هذا ما نستطيع أن نقوله. يعني ستضيف رصيد جديد، ستضيف يعني مبادئ جديدة في التعامل السياسي، في النضج السياسي الإنساني. بل أنها قد أضافت، بل أنها قد قد سجلت، أضافت. قد بل أنها قد سجلت، خلقت نوع من التلاحم أولاً، عبرت الحدود، أصبحت الآن عابرة للحدود، نعم، هي لم ليست فقط هي عبرت الحدود إقليمياً، عبرته من تونس إلى ليبيا كذلك. إلى مصر إلى اليمن ثم إلى سوريا، هذا هو العبور، وأيضاً عبرته بشكل أو بآخر إلى بعض الأقطار العربية والأقطار الإسلامية ومن ثم حتى الأقطار الأوروبية، بل حتى وصلت إلى وول حركات ستريت، وول ستريت، إلى نعم، وول ستريت في نيويورك، نيويورك، نعم، وهذا دليل على أن أيضاً الفكر السياسي الإنساني أيضا متشابك يتلاقح مع بعضه البعض، وتستفيد الشعوب كثيرا من تجاربه. فشباب الثورة العربية، الربيع العربي اليوم نستطيع أنه نقول أنه بدأ يتحول ليصبح ربيعا إنسانيا، ربيعا عالميا، بس قلبه ومصدره ونبضه عربية. دكتور منصور، يعني في ظل هذا الواقع الذي تحدثت عنه، كيف سيكون واقع العالم العربي؟ نحن نعرف أن العالم العربي يملك إمكانيات، يملك ثروات، يملك، لكنه كان دائما في ذيل القافلة باستمرار.
الربيع العربي حينما جاء، ما هو الذي يمكن أن يؤمله أنتم كأساتذة السياسة، ويعني لكم علاقة كبيرة جدا بمفاهيم العلاقات الدولية واستشراف المستقبل، ما هو الذي متوقع من هذا الربيع أن يعمل للعرب سواء على المستوى السياسي والاقتصادي؟ سؤال الحقيقة فيه ذكاء حاد، بل أستطيع أن أسميه سؤال استراتيجي لمستقبل هذه الأمة. نعم هل الربيع العربي يمضي لتحقيق شيء استراتيجي لهذه الأمة؟ نعم الإجابة البسيطة السريعة سأقولها نعم، ولكن ما هي فرضيات هذا النعم؟ نعم وما هي الثقة التي تجعلني أن أقول نعم حتى نكون على مستوى الحدث وعلى مستوى هذا السؤال الكبير؟ سؤال كبير حقيقة، ليس عاديا، نعم وليحتاج إلى عدة حديث محاور، ويحتاج بل إلى كتاب للإجابة عليه، ربما حتى رسائل دكتوراه. ما هو دور ثورة الربيع العربي لاستشراف المستقبل العربي؟ أنا أقول ثورة الربيع العربي أعادت الثقة، أول شيء، أول محور في هذا، أعادت الثقة للإنسان العربي بأنه لا زال ينبض ولا زال حي، ولا زال مفاهيم الحرية، مفاهيم الكرامة، مفاهيم الديمقراطية، مفاهيم الإنسانية، مفاهيم التحرر من الطغيان، القضاء على الظلم، القضاء على الفساد، القضاء على الاستبداد، لا زالت مفاهيم إنسانية يستطيع أن تعيشها هذه الشعوب. الشعوب العربية للأسف الشديد خلال حوالي 200 عام، نستطيع أن نقول في مسيرة متلاحقة، استعمارية أولا ثم استبدادية ثانيا، أولا الاستعمار الخارجي. أنت يا أخي العزيز لو نظرت نظرة سريعة هكذا إلى قبل حوالي فقط 50 60 عام، لوجدت أن هذه الأمة العربية بالإضافة إلى الأمة الإسلامية بالإضافة إلى العالم النامي كان جميعه تحت وطأة الاستعمار، باستثناء حالات قليلة نادرة نادرة هنا وهناك. وحتى نحصر الحديث حتى نصل إلى جواب السؤال الاستراتيجي الذي أنت سألته، هذه الأمة العربية، المغرب، تونس، الجزائر على سبيل المثال، جيبوتي، جزر القمر، هذه كلها كانت تعيش تحت الاستعمار الفرنسي. الصومال كانت تعيش تحت الاستعمار الإيطالي. السودان، مصر، مصر، لا، وكما أيضا ليبيا كانت تحت الاستعمار الإيطالي. السودان، مصر، العراق، فلسطين، الخليج العربي، محميات المحافظات الجنوبية التي كانت في اليمن كانت تحت الاستعمار البريطاني. لبنان، سوريا كانت تحت الاستعمار الفرنسي، هذه باستثناء ما كان يعرف سابقا اليمن الشمالي، وأيضا أراضي الحجاز، المملكة العربية السعودية، هذه اللي كانت متحررة من الاستعمار الخارجي المباشر، الاستعمار الخارجي المباشر القائم بالوجود الثقافي والفكري والسياسي والعسكري في أراضي هذه الأمة العربية. ربما كان أيضا لدى سياسات، ولكن فضل الله كان على هذه البلدة طيبة، ربما هناك لأنها مكة المكرمة، وربما لأننا بلدة طيبة ذكرها الله لنا بأننا بلدة طيبة فأبعدنا. أما بالنسبة المحافظة الجنوبية والجانب الجنوبي حتى لم يكن تحت الاستعمار، كان داخل في إطار ما يسمى المحميات، بالمحميات. ولذلك كانت اليمن والسعودية فقط هما الدولتان الوحيدتان في العالم العربي الذي يتكون من 22 دولة لا يقعون تحت هذا الاستعمار. إذن هذه الفترة الاستعمارية الكبيرة التي مرت بها هذه الأمة أثرت على الشعوب العربية تأثيرا كبيرا، لكن كان هنالك محرك قوي دائما وهو الإسلام، القرآن، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ذات رسالة، بأن هذه الأمة صاحبة رسالة، بأن هذه الأمة لابد أن تحمل الرسالة. كان القرآن يحث الناس على الحرية، يحث الناس على العدل، يحث الناس على رفض الاستبداد، على رفض الطغيان، على رفض الظلم، فما بالك بالاستعمار. فكانت هناك حركات إسلامية، وأيضا شاركت حركات قومية وحركات عربية، فانتفضت الثورة العربية، ما سميت بالثورة العربية. وجاءت هذه الثورة بفضل الله حتى تحررت 20 دولة عربية من الاستعمار. يعني هذا طرد الاستعمار خارجيا، طرد هنا الشعوب. يعني أنت تخيل فقط معي، بينما كانت أوروبا
تضخ في الجامعات والمدارس. المدارس عندها يعني أصبحت كانت بالنسبة عبارة أساسية. يعني عبارة عن بقالة كما هي موجودة عندنا من كثرها. أنا أتكلم هنا عبارة عن مدن يعني قائمة، والجامعات عبارة عن مدن. وفي الولايات المتحدة الأمريكية تخيل هذا الكلام، ونحن في ذلك الوقت لا يوجد لدينا إلا جامعة واحدة اللي هي جامعة القاهرة على سبيل المثال، وحتى جامعة القاهرة عادها تمشي بخطوات بطيئة خلال متواضعة. هذا إلى قبل 60 سنة. طبعا كانت الشعوب العربية مغيبة، كانت مغيبة. تخيل، أما لو دخلت وذهبت إلى ما هو أكثر من ذلك في اليمن، تخيل في عام 1962 في الجمهورية اليمنية لا توجد مدرسة إعدادية أو ابتدائية أو ثانوية إلا مدرسة واحدة، مدرسة بسيطة يعني. فتخيل أنت وضع يعني في عام متخلف. 1962 لا يوجد لدينا خريج جامعة واحد يحمل شهادة ماجستير وشهادة دكتوراه. ستجد أن الفارق كبير كبير. صحيح. جدا. لذلك ظلت الشعوب مغيبة، وظلت السياسة محتكرة، وظلت الأنظمة مرتبطة بحمايات خارجية من الشعوب. ولذلك حتى أنه حصل عندما جاءت ثورات عربية حصل نوع من التآمر على هذه الثورات، وسلمت للأطراف الأكثر عمالة للأطراف الخارجية. أنا لا أحدد أيام يعني واستمر الاستعمار يعني واستمر الاستعمار يحكم بطريق غير مباشر، واستمر الاستعمار يحكم بطريق غير مباشر عبر اتفاقيات. وسلم الاستعمار حتى أحيانا في بعض الدول، كان هناك في بعض، انا لا اريد ان اسمي هنا لان يعني لم يعد إجمالاً. المجال، فقط انا هنا اؤرخ او اتحدث للتأصيل السياسي الفكري. طالما انت دخلتنا بسؤال مهم وانا قلت لك ان هذا السؤال قد ياخذ علينا الحلقه لانه سؤال استراتيجي نحاول ان كبير نقتبس منهما، اخلص اليه، اخلص في هذه النقطه الى ان هذا الفكر السياسي العربي كان مغيبا، وكان هناك، لا اقول فقط عملاء، لا اقول عملاء حتى تتصفيق، لكن كان هناك تبعية سياسية ثقافية، تبعية سياسية، تبعية ثقافية، تبعية اقتصادية، تبعية عسكرية، تبعية علمية، تبعية في كل القرارات. وأصبحت بل حتى ليس هذا فقط، كانت القواعد العسكرية الأجنبية لا زالت قائمة في كثير من الأقطار العربية رغم أنها قد أعلنت استقلالها أو تعلن أنها متحررة. لكن هذه المسيرة الإنسانية وهذا التغييب للشعوب العربية كان قد ركن إليه الطغاة وركن إليه الفاسدون، وكانت الثورات العربية وأصحاب الفكر التحرري، أصحاب المبادئ، أصحاب، وهذه تجدهم في السجون. كل من أراد أن يعلو صوته يغيب مباشرة إلى السجون، وكانت تستخدم ضدهم أقسى أنواع العقوبات والتعذيب بطرق يعني شتى ليس مجالها اليوم. نحن اليوم في حالة نصر وحالة تسامح وحالة تلاقي وحالة توحد، أو توحيد وليس توحد، لهذه الأمة واستشراف نحو المستقبل. أنا أقول أن هذه الثورة، ثورة الربيع العربي، قد أصلت وسجلت اليوم خطى ومنهج سياسي جديد قمته هي الحرية، قمته هي العدل، قمته هي المساواة، قمته هي أن تتحرر هذه الشعوب من التبعية ومن الاستبداد الداخلي وأيضا من النفوذ والاستعمار الخارجي، حتى تعود إلى ذاتها، تعود إلى أصلها وتصبح أيضا مساهمة. فأنا أقول أن الربيع العربي يقود اليوم الأمة العربية نحو مستقبل جديد. وأضرب أنا هنا مثال سريع وبسيط يعني وبالمثل يعرف أضرب مثال بسيط تأثير الربيع العربي، وربما هذه ستكون غريبة أيضا حتى على المستمعين وربما لا يدركونها. أنا في البرلمان العربي، أنا في البرلمان العربي، وفي البرلمان العربي استمرنا 7 سنوات، 7 سنوات، ونحن نضع أمامهم ما يسمى بالبرلمان العربي الدائم، البرلمان العربي الدائم، ودائما ما كان يغيب من أمام القمة، وأنا حضرت بعض القمم العربية، وكان يغيب مشروع الاتحاد العربي، يغيب مشروع البرلمان العربي الدائم الذي تختاره الشعوب وتشارك فيه الشعوب، وأن يكون مشرعا للأمة العربية، وأن يحاسب المسؤولين العرب على مستوى الجامعة العربية، أصبح كيان عربي كبير. لكن الآن في القمة العربية اللي حصلت في بغداد أقر البرلمان العربي الدائم، هذا جاء نتيجة ثمرة لثورة وثمرة لثورة عربية. وأنا على ثقة إن شاء الله أن الاتحاد العربي قادم أيضا هو الآخر، بدليل أن الرئيس التونسي قد صدح به ورفع صوته عاليا ويدعو إلى إقامة الاتحاد العربي عاجلا، وهناك أيضا هناك أصوات تستجيب لمثل هذا النداء. هذا كله ما كان له أن يتحقق. صحيح. ما كان له أن يتحقق سوى بعد نتيجة أولى. نحن أمام تحول
أمام منعطف منعطف فعلا. استراتيجي كبير في السياسة العربية وفي التوجه العربي، وربما أيضا ينتقل إلى عالمنا الإسلامي والعالم النامي، وأيضا في علاقتنا مع الآخرين. وأنا أقول هي تجربة إنسانية، لا يعني هذا أننا نتعالى عن الشعوب الأخرى أو أن ثورة الربيع العربية جاءت لتتحدى العالم الخارجي، العكس صحيح، نحن جاءت الربيع العربي ليعيد تقويم طبيعة العلاقات العربية العربية أولا، ثم العلاقات العربية الأوروبية والعلاقات العربية الأمريكية والعلاقات العربية الآسيوية، ببناء صحيحا يقوم على أساس أنها علاقة تخدم شعوب ولا تخدم أخدم أنظمة. أنظمة صحيح. للأسف الشديد كانت العلاقات هي تخدم أنظمة مع الدول الأخرى، والدول الأخرى كانت تخدم شعوبها، صحيح. ولكن تقول هذا هو وتولي الشعوب. شأنكم. حتى عندما كان يحصل حديث بيننا وبعض السياسيين الأوروبيين والأمريكيين في الجامعات في المنتديات في التحاور، يقول يا اخوان يعني انتم الشعوب، يعني هذه حكامكم ونحن علاقتنا معكم نتعامل معهم. نتعامل معهم. الشعوب العربيه لم تستطع ان توصل رايها ولم تستطع ان صحيح. تثبت. اليوم الشعوب العربيه تقدمت كثيرا وخطت الخطوات الواثقه، وهي خطوات واثقه واستراتيجيه من الدرجه الاولى نحو بناء مستقبل عظيم ان شاء الله سوف يلمس المواطن العادي العربي. أنا هنا لا أتكلم عن اليمن فقط أو مصر، سوف يلمس المواطن العربي العادي القريب العاجل إن شاء الله نتائج هذه الثورة. طبعا نحن لا، بعضهم يريد أن يلمس النتائج خلال سنة، لا، يعني مسيرة الشعوب دائما تحكم بالسنوات، بال10 سنوات، يعني 5 سنوات. أنا على ثقة أنه لا يمكن تفكر دولة اليوم أنها تستغل الشعوب العربية أو أنها تستغل الثروات العربية، حتى من الدول الخارجية اللي كانت تتآمر علينا أو تمد النفوذ، اليوم أصبحوا قلقين في تعاملهم، لأنهم يعلموا إذا كانت هذه الشعوب قد ثارت هذه الثورات العربية الكبرى، هذه الثورات العربية العظيمة ثارت على مستبديها، فمن باب أولى سوف لن تقبل وسوف تثور بأي على اسم. أي تدخلات صحيح. أو أي نفوذ صحيح. خارجي صحيح. يسعى يا أخي كانت ثرواتنا، حتى ثرواتنا، أنا لا أقول كبرياؤنا ولا أقول كبرياؤنا يعني ماذا، ما هم ولا أقول الذين كرامتنا ملكوا الذهب؟ فقط، بل حتى لقمة عيشنا صحيح. كانت تسحب من أراضينا وتؤخذ إلى الخارج. وتذهب إلى الخارج صحيح. لتصرف على، يعني بطريقة ليس صحيح. المجال لذكر المجال يا الحقيقة دكتور. لا، ولكن أقول باختصار شديد اليوم هذه الثورات العربية أعادت لهذه الشعوب الثقة، أعادت لها الكرامة، أعادت لها المبادئ الأساسية التي تربت عليها، الحرية، العدل، المساواة، أعادتها إلى المصاف المتقدم أمام الشعوب الأخرى. بشكل عام ما علينا إلا أن نتحرك، نتحرك باتجاه، ما على الآخرين الذين لا زالوا إلى اليوم أن يقفوا ضدها إلا أن يعترفوا ويستسلموا ويعرفوا بأن ويمشوا في هذه، الركب. يمشوا في الركب ويعرفوا بأن هذه الثورة هي للكل وليست لفئة صحيح. ضد فئة، صحيح. لأن البعض الآخر يعتقد أن هذه الثورة العربية هي خلاص هي يملكها بعض الأحزاب أو تملكها بعض الفئات السياسية، وهذا خطأ. ليس صحيح. الثورة العربية، الثورة الشبابية السلمية العربية جاءت ليس لقطر عربي واحد بل لكل هذه الأمة. نعم. والأفق السياسي الموجود الأفق السياسي مهم. الموجود على مستوى الذي تم البناء عليه في هذه الثورة العربية هو بناء فكري على مستوى هذه الأمة، والآن الشعوب الأخرى بدأت تستفيد، والشعوب الأخرى بل الحكومات الأخرى والأنظمة السياسية في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها بدأت تتعامل مع هذه الشعوب من هذا المنظور. نحن أمام تغير جذري في السياسة العربية قادمة، علينا أن نعيد صناعة سياستنا تجاه هذه الشعوب. دكتور منصور، حقيقة في هذا الإطار هنالك سؤال مهم جداً، وهو أنه هنالك من يعتقد، وهو أنا أعتبر أن فيه شيء من النكسة إلى الوراء والتفكير السلبي، لكنه موجود ونحن نستغل وجودك كونك دارس وأستاذ للسياسة الخارجية والسياسة الدولية. هنالك من يعتقد أن الثورات العربية إنما هي صنيعة مؤامرة خارجية، إيجاد فوضى خلاقة، إيجاد شرق أوسط كبير، كل هذه المفاهيم وعلامات الاستفهام التي يضعونها حول الثورات العربية نحن نريد أن نجيب عنها من خلال إجابتكم، لكن اسمح لي أن يكون هذا بعد فاصل قصير. مشاهدينا الأعزاء، سيكون معنا فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى للحديث عن الثورات العربية والربيع العربي إجمالا وانتصاراته، فلا تذهبوا بعيداً.